السلام عليكم، معكم مستر إيهاب عادل عشان نسجل اليوم درس جديد من دروس منهج بريدج تو سكسس لجريد 2. معانا ليان كرم وسلمى شريف عشان يسجلوا معانا الكلمات، كمان يمثلوا معانا قصة اليوم. كلمات اليوم كلمة wheat, flour and bread. قرائية إيه ليان؟ wheat يعني قمح، flour يعني طحين، وبريد يعني خبز. اوكي سلمى، سلمى شريف، wheat يعني قمح، وفلاور يعني طحين، وبريد يعني خبز. اليوم عندنا قصة ليتل ريد هن. Look at the picture. What is little red hen doing? ماذا تفعل الدجاجة الحمراء؟ Are the other animals helping her? هل الحيوانات الأخرى بتساعدها؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. هنعمل يعني المسرحية دي مع ليان. ليان هتعمل دور التشيك الهن، وسلمى هتعمل الأدوار الباقية. يلا يا ليان. I am making bread today. Hello, dog. Hello, chick. Can you please help me pick the wheat? Sorry, I am busy. Me too. I am picking the wheat myself. Hello, dog. Hello, chick. Can you please help me grind the wheat? Sorry, I am busy. Me too. I am grinding the wheat myself. Hello, chick. Can you please help me make the bread? سلمى، Sorry, I am busy. Me too. The bread myself. Will you wash the dishes? Will you sweep the floor? Can we bless it your bread? Yes, I will. We are all eating the bread. It's delicious. Thank you, chick. Thank you, duck. You are very helpful. Helping. شاطرين يا بنات. Think about the story. Who are the characters in this story? يعني ايه كلمة characters؟ يعني ما هي الشخصيات اللي في القصة؟ قول لنا الشخصيات يا ليان. Hen, chick, with duck. Okay. Which characters are not very helpful يا سلمى؟ الشخصيات اللي ما كانتش مساعدة أو بتساعد، اللي أنت عملتي دورهم. Chick with duck. Okay. Does a story have a happy ending or a sad ending؟ يعني في النهاية كان فيها نهاية سعيدة ولا نهاية حزينة؟ Happy ending. Happy ending.
Why, يا سلمى, why do you think the story have a happy ending? Because ليش؟ It has a happy ending because They eat bread together. لأنهم أكلوا الخبز في الآخر مع بعض. أوكي, لما نيجي نتكلم عشان نتكلم بشكل more politely, بشكل مؤدب, بنستخدم كلمتين, كلمة please وكلمة sorry. When we ask for help, we say please. لما نطلب المساعدة بنقول please, من فضلك. When we can't help someone, we say sorry, بنقول آسف لو احنا مش قادرين نساعد. Put the pictures of the story in the correct order, حط الصور بالترتيب الصحيح. نبدأ بالصورة الأولى يا ليان. نبدأ الصورة الأولى وهي صورة إيه؟ أي لتر؟ ليان أو سلمى؟ مستر أول هتبقى لا يا مستر؟ هتبقى بي الصورة الأولى بي, لما كانت بتجمع ذا ويت, collecting the wheat, القمح. ثاني صورة, تاني صورة يا مستر واللي هي جرين سي سيسي جريندينج ذا ويت, لما كانت بتطحن القمح. الصورة الثالثة حاجة تبقى letter E. اي, لما كانت making the bread, او كانت بتخبز الدقيق. والصورة الرابعة اللي هي E-A. اللي هي الأول, لما كانوا بينضفوا ولا بياكلوا؟ لما كانوا بياكلوا دي. دي وبعدين ينضفوا. خلونا نتأكد كده. أكلوا الأول فعلا وبعدين بدأوا ينضفوا. مظبوط. Read and circle the answer. What is the setting of the story? يعني ايه setting؟ يعني المكان اللي كانت بتدور فيه القصة. كانوا فين؟ A school, a farm, a park. يلا يا لان. أفارم كانوا في المزرعة, صح. في المزرعة. Look at the picture. Read the sentence. Circle yes or no. هنحط صح ولا غلط. يلا يا سلمى, نمبر 1. Little red hen is looking to talking that. to duck. كان بيتكلم إلى البطة. True ولا false؟ أو yes ولا no؟ يا مستر Yes أو no. Little red hen كانت بتتكلم مع البطة. Is talking to duck. Yes ولا no؟ يس اوكي, ليان. بريد از هيلبينج نو فولس. في البداية كان لا, ما كانش بيساعده, صح؟ أعتقد الإجابة هنا نو, مش يس. هما في النهاية أوكي. يلي نمبر 3 يا يا سلمى. Chick and duck I help هيلبفول. كان بيساعدوا ولا كانوا بيلعبوا؟ الإجابة كانوا بيلعب نو نو. أعتقد في جزء من القصة احنا ما قلناهوش, هو كان في جزء تبع البيرد ولا لا؟ لا, ما ظهرش عندنا في القصة, صح؟ لا ما كانش موجود. نمبر طيب 4, لأنه ممكن يكون كان ليه دور بس مش مذكور في القصة, عشان كده قالوا بيرد از هيلبفول, بس احنا ما شفناهاش. ذا بريد از ديليشس. ليان, الخبز كان لذيذ. The bread is delicious. Oh, yes, 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 yes. كان لذيذ. آخر واحدة سلمى. Little red hen is sad. No. طبعا كل كانت سعيدة لأنهم أكلوا وانبسطوا.
Okay, favorite character. Who's your favorite character? Circle your answer. يعني كل واحدة فيكم هتقول ايه الشخصية اللي عجبتها. يلا يا لين، شخصيتك المفضلة او favorite character، اي واحدة. The favorite color the thing. The hen. Little Red Hen. Okay, what about you, يا سلمى؟ Who's your favorite character? Chick. Check. Okay. Ask your friend, أو ask a friend, who's your favorite color? Write the answer. ما علينا، كل واحد جاوبت. Do you and your friend have the same favorite characters? انتوا الاثنين عندكم نفس الـ favorite color. Sorry, character. No. كل واحد فيكم اختارت واحدة. لان اختارت ليتل ريد هين وسلمى اختارت تشيك. طبعا على حسب كل واحد اختار ايه. تمام كده وصلنا لنهاية شرح الحصة او الدرس تبع اليوم. شكرا لكم، انتظرونا فيديوهات اكثر. مع السلامة.